الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تكلمنا على لا إله إلا الله القهار، وقلنا أنها تقوي الجسد، يعني تعطي قوة في الجسد وتضاعف الوقت. والقهار بإذن الله، اسم الله القهار، تقهر به كل شيء. إذا ذكرت اسم الله القهار تقهر به كل شيء، كل شيء، العدو، الفقر، المرض، كل شيء بإذن الله تقهر به الوقت. اسم الله القهار. إذا كان عندك كثرة الأعداء، يعني الأعداء دائما عندك الأعداء وأنت لا تستطيع أن تتخلص منهم، خصوصا في العمل أو في الشارع أو في المنزل أو خارج المنزل، تقول بنية خالصة وراء صلاة الفجر 100 مرة: لا حول لي ولا قوة إلا بالله القهار، لا حول لي ولا قوة إلا بالله القهار 100 مرة. إذا واظبت عليها يوميا 100 مرة في الصباح، تصبح بإذن الله تقهر أعدائك، وتصبح عندك هيبة، خصوصا الشخص الذي ليس عنده هيبة ولا يخاف الناس ويؤذونه، فعليه بلا حول ولا قوة إلا بالله القهار يصبح يقهر أعدائه. وإذا أردت أن تكثر منها وتجعل عدد أكبر لكي ترى النتيجة بسرعة، على حسب وقتك، ولكن إذا واظبت عليها يوميا في الصباح 100 مرة: لا حول لي ولا قوة إلا بالله القهار، ترى بها العجب. إذا واظبت عليها 100 مرة يوميا لمدة 40 يوم، إذا أردت أن ترى نتائج عجيبة في قهر العدو، إذا قلت 1000، كان عندك الوقت وقلت 1000، سترى النتيجة بسرعة لقهر أي عدو بإذن الله. هذا كل شيء، أتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا